حول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار الكاتب والأكاديمي الدكتور شمسان المناعي. بعد التحية دكتور، أرحب بك في استديو مركز الأخبار. طبعا أكد أو إعلان الدول، إعلان المؤتمر الصحفي بعد قبل قليل كان يؤكد على أن يعني يجب أن يكون هناك يعني مخرج لقطر، وأن تكون وأن تنفذ المطالب 13، أن تؤكد على التزامها بالمبادئ الستة، خاصة وأن هناك تشاور وتنسيق بين الدول الأربع لاستمرار مكافحة الإرهاب وتمويله من قبل قطر. كيف قراءتكم لهذا البيان؟ هذا البيان يعني أكد على أن الدول الأربع حريصة كل الحرص على أن يبقى الموقف العربي والموقف الخليجي بشكل خاص موقف صلب متماسك، وخاصة نحن الآن في ظرف أو في ظروف إقليمية غير مستقرة، ويحدث في اليمن، ما يحدث في سوريا مثلا، ما يحدث في الدول العربية، فتسعى الدول الأربع إلى أن لا يمتد أي شيء لو سمح الله إلى منطقة الخليج العربي. فتركت الباب مفتوح لدولة قطر بأنها تراجع نفسها، وجاء هذا الاجتماع الرابع استكمال طبعا للاجتماع اللي عقد في القاهرة، ويؤكد على نفس النقاط كما يعني منذ يومين أو منذ 3 أيام تقريبا صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن لا تراجع عن المطالب التي طالبت بها هذه الدول الأربع. وأيضا بالأمس صرح وزير الخارجية الشيخ خالد بأنه لا تنازل عن هذه المطالب، وهي طبعا مطالب مشروعة، مطالب يقرها القانون الدولي، لأن هذه الدول، دول الخليج العربي ومصر بالذات، هي من الدول اللي يعني تحفظ التوازن في المنطقة العربية ككل، وخاصة مصر والمملكة العربية السعودية، فثبت عملية أن لا يصل الإرهاب أو أي أعمال من أعمال الإرهاب إلى هذه المنطقة. إذن دكتور، هناك دعوة أخرى أن ما زال الباب مفتوحا أمام قطر لقبول الحوار في الوقت ذاته، يعني كيف يمكن إعادة الثقة في قطر؟ وأيضا قال وزير الخارجية المصري بأن يجب أن يكون هناك آليات للتحقق والمراقبة من تنفيذ قطر للمطالب 13. طبعا هذا شيء مؤكد. نعم. أن الآن الكرة في الملعب القطري، و قطر عليها أن تراجع موقفها بعد أن ثبت بالأدلة التي طرحت، وعلى أن قطر كانت وراء كثير من مواقف الإرهاب. فلذلك يعني من حق هذه الدول أنها تحفظ أمنها الداخلي، وحفظ أمن هذه الدول، وهذه نقطة مهمة، هو حفظ للأمن العربي ككل. نعم. لأن احنا مثل ما نعرف أن مصر والسعودية بالذات هما الدولتين الركيزتين اللتان يعني تحفظان الأمن العربي وبقية الدول الأخرى. فلذلك يعني من حق هذه الدول أنها تركز على ضرورة تنفيذ قطر لهذه المطالب، ولكن من المؤسف أن لا زال الموقف القطري موقف سلبي لا يتجاوب مع هذا الموقف، لا يتجاوب مع الفرص التي تعطى له منذ 2013 و2014، ما زال مصر على هذه المواقف، بل ويزيد منها، أي يزيد الطين بلة عندما سيس من خلال القرار القطري الأخير، سيس فريضة الحج من خلال منع القطريين من التسجيل الإلكتروني
للزيارة أو للقيام بمناسك الحج. إذن ما قراءتكم اليوم دكتور لهذا المشهد، مشهد التخبط السياسي التي تعيشه قطر اليوم؟ هذا يدل على أن قطر منذ أن تمت إعلان عملية المقاطعة يدل على أن قطر ليس لديها أي يعني ليس لديها أي رد، ليس لديها أي تفاعل وتجاوب مع هذه الدول، وأن قطر ضليعة بكل أعمال الإرهاب التي قامت بها يعني من تمويلها للجماعات الإرهابية سواء في اليمن أو في البحرين أو في مصر أو في دول أو في ليبيا، يعني في كثير من الدول. فطبعاً هذا يدل على أن يعني الموقف أو اللي اتخذ اليوم هو دليل على أن هناك ما زال يعني ما زالت الأبواب مفتوحة. نعم. وما زالت القلوب مفتوحة قبل الأبواب لكي ترجع قطر إلى حضن يعني إلى الحضن الخليجي مرة أخرى، الحضن الخليجي والعربي مرة أخرى، ولكي تقوم بدورها ولا تؤجج الموقف، لأن هناك من يريد الشر لهذه المنطقة. يعني هذه نقطة مهمة جدا، هناك من يريد الشر لهذه المنطقة وهي أسف وهي إيران. نعم. تدخل التركي، حزب الله، كل هذه الدول لها مصالح بأن خاصة يعني عندما تلعب يمتد إيران. يمتد. نعم. الإرهاب تمتد أعمال الإرهاب إلى دول الخليج العربي، وهذا هو ما يريدون الوصول إليه، ولكن إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى لن يوفقهم في هذا الشيء ولن يصل. شكرا الكاتب والأكاديمية الدكتور شمسان المناعي، شكرا جزيلا لك.